توني، عايزين نقول لك منور مهرجان القاهرة. مبدئيا رأيك في المهرجان وليه شايفينك في آخر أيامه كده؟ ده نورك. أنا مبسوط جدا أن أنا موجود في المهرجان. أنا كل دورة من الدورات اللي فاتت كان بيبقى عندي تصوير، عندي ظروف. السنة دي جاي ليه متأخر؟ لأنه أنا كنت مسافر برا البلد، كنت في أندونيسيا وفي الصين، فلسه راجع، فقلت ألحق بقى آخر يومين. ناوي تتاجر في حاجه وتعمل مشاريع تجاريه ولا ايه؟ جايب شنط بقى وهبيع. لا، هو كنت رايح في المقام الاول يعني اتفسح، وبعمل حاجه كده هي مسهل تجربه بروجرام يعني. لو باذن الله يعني ظبط، هيبقى في كذا مكان هقدر اصور فيه بره مصر يعني. هو دي فكرته يعني، فهي مسهل دعواتكم. يا ربنا يكرمك ان شاء الله. عايزين نتكلم عن شغلك كمان الفترة اللي جاية، بتحضر لإيه؟ ونتكلم عن ردود فعل نصيبي واسمتك كمان معاك الفترة دي. لا، ردود فعل نصيبي واسمتك عجبتني جدا، لأنه أنا من بعد رحيم وفوق السحاب يعني كنت مقرر حبة أن أنا أختفي بمزاجي، لأنه كان بيجي لي أدوار قريبة جدا من الشخصيتين اللي أنا عملتهم، فقررت أن أنا أهدى حبة واستنى يعني لغاية ما جي نصيبي واسمتك. صراحة الدور كان مختلف، وما عملته كان فيه رد فعل مهم جدا، والحمد لله الناس يعني قالت لي انه انت في نفس الليفل اللي بتلعب فيه، او في نفس اختيارك للحاجات دايما بيبقى عند حسن ظنهم. لسه مخلص الفيلم بتاعي شاومينج ده، بطولتي انا واحمد سلطان وحامد شراب واستاذ بيومي فؤاد واستاذ صلاح عبدالله ومجموعة كبيرة جدا. ده المنتظر يعني انه ينزل على اول السنة اللي جاية. بس الفترة الجاية بقى في رمضان في مشروع كده يعني يا مسهل يطلع حلو، بس طبعا لسه فيش اي اخبار يعني، انت فاهم، لسه الناس بتحضر. فاول ما يبقى في حاجة مؤكدة يعني او يطرح الاسامي بتاعت العمل اكيد انا اكيد.